العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. الأصل عاش العمر طيب ودفى همزة وصل بين المحبة والوفا. غالي الشرف غالي بنموت كرماله سقف الوفا عالي بعده على الشهم ما بينشر بمال الدنيا وقت الظلم مثل الصخر ما بينحني. الشهم ما بينشر بمال الدنيا انت مظبوط بس مو حارة الدكتور. دكتور عصمت ساكن عندنا بالبيت. من ايمتى؟ انا من الاخر شو بدك؟ انه مو على كيفه كل واحد يغير سكنه. لكن على كيف مين هنا يا فندي؟ لازم الزعيم ابو النور يكون عنده علم. حلو، معناها روح له للزعيم ابو النور انه الدكتور عصمت ساكن ببيت ستو. سمعت ولا لا؟ يلا نلاقي. انت قد لهي الحركه قد. شو عمي؟ كيف بدنا نوصل لها خبر لبوسينا تيجي لعندي على المستشفى؟ ما في غير نقول لستك هي تخبرها. ايه والله جبتها، خلينا نروح دغري نقلها. Thank you.
بنات يلي كانوا غايبين امبارح اجوا لهون. لسه في وحدة غايبة. ايه مزبوط، بوسينة بنت ابو النور، بس ما بعرف ليش ما اجيت. بس تجي بوسينة ممنوع تخليها تغادر، وانا رح خلي جندي على الباب مشان بس تجي يخبرنا. مفهوم؟ مفهوم. هدول شو بدهم؟ على شو عم يدوروا؟ عم يدوروا على بنت في بإيدها وحمة. قال شو هي من البنات يلي هجموا على الفرنساوية؟ أيوة هيك لك. معلمتي؟ خير إن شاء الله. أنا بدي أرجع على الشغل. وشو عدا ما بدا؟ فكري حردانة وما بدك تجي على الشغل؟ ندمت. ايه خير ان شاء الله. هل أستطيع أن أعرف لماذا اختلفتم؟ سوء تفاهم يا سيدي، سوء تفاهم. ولكن وصلني غير ذلك. كابيتان إنه سوء تفاهم فقط. أنا أقوم بحل مشاكل مع مجرمين حارة البروكار وأنتم تختلفون هنا؟ ألا تعلمون أن أي قوة عسكرية لا يضعفها إلا مشاكلها الداخلية؟ كلامك صحيح سيدي، ونحن لم نكن مختلفين أصلاً. أروني ذلك. صرفوا. أكوك كابيتان. جوني. نعم سيدي. هل نستطيع أن نكلفك بمهام أم أنك بحاجة نقاء؟ أنا بخير سيدي، وجاهز لتنفيذ أي مهمة. عصمت ابن عزمي بيك. شبو؟ شبو؟ صار بحارتنا. شو على كيفه؟ ما بدنا حدا من ريحة عزمي بحارتنا هنائي. حتى الهمشري وامه ما لازم يكونوا بحارتنا، ما لازم. مزبوط، هدول حيايا قاعدين بعبنا، لازم نخلص منهم. ها، اجى عمي ابو النور. مرحبا يا شباب. اهلين معلم. اهلين عمي، اهلين وسهلين. كيفكن؟ اهلين معلم. تمام ان شاء الله؟ ماشي الحال الحمد لله. شو في اخبار؟ والله الاخبار يا عمي ما بتسر بنق. لا لا. ليش شو في؟ ابن عزمي بيك صار بحارتنا. مين عصمت؟ ايه عصمت ما غيره، يقطع عمره شو غليظ. هذا بتقاتل هو وابوه امبارح، الظاهر انه حردان وجاي ينام بيت ستو. صغيرة غيره شو في؟ بوسينة اكشفي مين على الباب. يلا شاي شاي يا عمو.
لا حول ولا قوة إلا بالله. مين؟ أنا معزمي. أكيد أنت معزمي؟ يو شبك أم النور؟ اكشفي عن وشك. يو اسمعوا على هالحكي. اكشفي. طيب صدقتي؟ ايه اهلين وسهلين. تفضلي معزمي. شبك أم النور؟ تفضلي. اهلا وسهلا معزمي. تفضلي. اهلين بقامتك. شلونك اختي أم النور؟ الحمد لله. يا ميت اهلين وسهلين بخالتي أم عزمي. اهلا وسهلا. اهلين بقامتك تقبليني. ولك امي معقول؟ بنادي لك مليون صوت ما بتردي. لك ساعديني شوي عم اقول لك افتحي الباب. خلص يا مولا تاتلي هم تقبريني. روحي شوفي شغلك وانا بقعد مع خالتي ام عزمي. ايه ام عزمي لا تواخذيني، عندي كم شغله بدي اخلصها. ايه خدي راحتك. تفضلي خالتي تفضلي. اهلا وسهلا. يا ميت اهلين وسهلين. طمنيني عني. اسمعي بوسينا، الدكتور عصمت بيقول لك لازم تروحي لعنده على المستشفى هلا هلا. ما قال لك ليش؟ لا والله، بس قال لي ضروري انه تروحي لعنده على المستشفى هلا. يا ميت اهلين وسهلين بخالتي ام عزمي، والله زمان من يوم الحادثه ما شفناكي. صحتي كل مالها لورا. ومالي عم اطلع من البيت. يا ميت اهلا وسهلا بام عزمي. بقامتي. دخيلك لا تاخذيني، بس كنت شوي مشغوله. خذي راحتك تقبريني. يا مو قومي اعملي لنا ميراميه الي ولام عزمي. يا مو انا تاخرت كثير على المشغل وصار لازم روح، مشان الله ما تاخذيني خالتي. يلا بخاطركم. لك الله يعيني على هالبنت. ما بدي اشرب شي يا ام النور. انا اجيت لعندكم بس لاعرف اذا عرفتوا شي عن الحراميه. والله يا ام عزمي لهلا ما عرفنا شيء، وكل ما لهالمصايب عم تكبر. شو وين رفيقك؟ سيدي زوج امه عطاك عمره، بده كم يوم ليرجع من حلب. شو سيدي ساوينا اللي قلتوا لنا عليه؟ ما حاسبتونا. مد ايدك على جيبتك ان شاء الله يحبك. مو انت اللي بيحدد ايمت منحاسبكم، وطول لسان ما بدي، والا ما بتعرف شو بيصير فيك. شو بدنا سيدي؟ ليش هيك عم تحكي معي؟ طول بالك، يلي قلتوا لنا عليه سوينا، ليش ما عم تحاسبونا؟ لهلا انت ورفيقك ما جبتوا لي خبر واحد عليه القيمة. اسمع سيدي، أنا عقلاتي زوجتين بخرج، وكل هالعيشة اللي شايفها مو فارقة معي، ومركب دماغ حمار، يعني لا تخليني أغلط بحقكم. عم تهددني ولا حيوان؟ لا ما عم هددها، بس ليش يا اخي عم تشغلونا وتضحكوا علينا؟ حاسبونا. ليك رح سامحك هالمره، بس رح اطلب منك طلب، وبس يجي رفيقك بتخبره. في بحاره الخوخه او الجوزه بنت في على ايدها علامه او مثل ما بتسموها انتو وحمه، بدي تعرفوا لي مين هي. سيدي طالما انت واسترجانيه ايزابيل ما طلع معكم شيء، نحن بده يطلع معنا شيء. نحن رحنا بس كان في بنات غائبات. مين هي اللي كانت غايبة؟ اللي وصلني انه بنت ابو النور. هلا بدي اعطيك معلومة ارفع شوفك. شو؟ تحمل حالك انت والسرجانية ايزابيل وشك على بيت ابو النور، رح تفتشوها وتدقوها. طيب طيب روح انت هلا، روح شوف شغلك. انت علينا. سيدي بحياة اختك لينا الكرزاوي. انت واحد غبي، واحد ما بيفهم. حمار الله ينعم عليك. ايه ايه مين؟ افتحي.
خير ان شاء الله. بدنا نفتش البيت. بس البيت ما في رجال. ولو كان بدنا نفوت. طيب تفضلوا. العمى كأنه فايتين على خان. انت مين؟ اول شيء عيب انكم تفوتوا على بيوت الناس الاكارم بهالطريقه. انا عم بسالك انت مين؟ انا ام عزمي وبيقولوا لي ام الهمشري، بس بلا صغره انت مين؟ وين بنتك يا ام النور؟ بنتي راحت على المشغل. اذا طلعتي عم تكذبي رح حاسبك. نحن ما منكذب يا فندي. عن إذنك أم النور بدي روح. شايفة المصايب كيف عم تجينا؟ ولا يهمك، وحياتك أنا وابني عزام الهمشري وعصمت معكم للموت. يلا بخاطرك. الله معك. الله معك. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا. تشرف علي مقبول. طلع فيني. من هلا ورايح ما بترد على حدا. هاي الورشة ورشتك انت، شو ما سمعت ما بترد، تاخذ تعليماتك مني انا وبس. منك انت وبس. بس اسمع ابني. امرك معلم. بتفهموا للدكتور عصمت ما يتدخل بالشغل بنوب. امرك. بدكم شيء؟ سلام قلبك معلم. يلا خاطركم. الله معك. الله معك. الله معك. خليكي انت، خليكي انت. شو عم تشتغلي؟ تعي تعي وقفي هون. تعالي تعالي اسمعي كلام المعلم. انا المعلم. عصري عصري. انت عم تشتغلي منيح. يلا يلا اشتغلوا يلا. برافو. عصري عصري قبل. فاتت من شوي لجوا هي بتكون بنت عمي وبدي اشوف شو صاير معها. هاد قسم اطباء ممنوع حدا يدخل. مشي نلاقي حل لموضوع الوحمة هلا. أنا ماني خايفة يعدموني، بس ما بعرف ليش هيك، يعني أنا متوترة بصراحة، يعني أنا خايفة إذا مسكوني أقوم أعترف على رفقاتي. طيب طولي بالك، يعني كل شيء له حل. أنت بتعرفي كل البنات اللي كانوا بالمعركة؟ هنن كانوا ثلاثة، أنا بعرف منهم تنتين، بس في وحدة ما عرفتها بنوب. وهي اللي فضحت فيهم وقتلتهم كلياتهم. قلك شغلة؟
يوم المشكلة مع الفرنسيين مو كان في حدا راجع من الحمام ولابس ملاية؟ وهذا الحدا هو اللي هجم على اللحام البارود وشلحوا إياها؟ صح. وكان في اثنين من العساكر هجموا عليكم لحتى يبعدوكم عن بعض لأنه أنتوا شبكتوا إيديكم بإيدين بعض؟ إيه صح. يعني أنت؟ لهيك بقول لك نحن يا منعيش سوا يا منموت سوا. لا تخافي. يعني انت قتلتهم مشان تدافع عنا وعن شرفنا؟ لا تبكي، اوعك تبكي، طالما انا معك بحياتك ما رح تبكي. ان شاء الله. وين ابو سينا؟ ما لهون. كذابه. انا مالي كذابه، انتوا الكذابين يلي عم تفتروا علينا لتاخذونا تلحشونا بالسجون. شوفي وليه، اذا فكرتيني مقتنع باغمائك وقت حلفتي اليمين بتكوني كثير غلطانه. اصلا انا ما عاد يهمني صدقتني ولا لا، لاني حلفت لك على كتاب رب العالمين وما صدقتني معناتها ما حتصدقني شو ما عملت لك. إنك ما بتعرفي مين كان بالمشغل وقت الحادثة مرقنا لك يا، بس إنك ما بتعرفي وين أبو سينا ما بتمرق. فلت معلمتي. عم قلك فلت معلمتي، وإلا قسما بالله من نادي لرجال الحارة وما بتطلع إلا محمل. معلمتي ما بتكذب. وين أبو سينا؟ وليش عم تسألني؟ أنا شو دخلني؟ أبو سينا وين؟ ما بنعرف وين أبو سينا. شو بدكن منا؟ مو شغلك. إذا بصير شي على أبو سينا رح أشوف شي ما بيعجبكم بالمرة. عنزي على باب المسلخ. أبو النور ضحيلك يا أبو النور الحقني. شو جابك أنت لهون؟ إجا الفرنساوي اللي عنا على البيت وسأل عن أبو سينا. إيه وشو صار؟ قلت له إنه بالمشغل يمكن راحوا يسألوا عليها. شوف يا رب إن شاء الله يا رب تفرق معنا يا رب. طاووس خد نادي لابو زينة. معلم ابو زينة ما اجت اليوم على الشغل. شو عم تحكي؟ وين لك؟ شو بيعرفني؟ العمى.
كيفك حبيبتي؟ الحمد لله، انت كيفك؟ الحمد لله. ورجيني يا وهمي. شو دكتورة؟ كثير صعب ازالتها، كبيرة، ممكن نعمل لها تجريف بس بخاف من العواقب. دكتورة لحطك بالصورة، هاي الوحمة رح توصلنا أنا وبوسينا على حبل المشنع. شو هالحكي؟ أكيد عم تمزح. لا والله عن جد عم بحكي. شو القصة دكتور؟ بوسينا؟ شو القصة؟ دكتورة نحن متعهدين إنه ما نحكي سر الوحمة. إذا فيني ساعدكم أنا ما رح أقصر. أنا متأكد إنك ما رح تقصري. بس بوسينا عن جد بخطر. كيف فيني ساعدكم؟ بوسينا! 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 خير ابو النور شو في؟ وين المغضوبة؟ بالمشغل. بنتك ما راحت اليوم على المشغل. قولي على عمتي ان شاء الله، لك وين راحت؟ قولي عم تساليني وين راحت؟ ولك انا اللي بدي اسالك، انت امها. قولي ليكون اخذوها الفرنساوي. الله يلعن هديك الساعة اللي خلتها تطلع فيها من البيت وتروح على المشغل. لا حول ولا قوة الا بالله. الله يستر يا رب، يا رب الطف فيها يا رب. قولي على لو سمحتي، بنت عمي صار لها ساعتين جوا ما بعرف شو صار معها. بنت عمك عندي، لو سمحت لا تتدخل بمشاكل النسوان. مشاكل النسوان؟ بس هي فاتت مع زلمه. قصدك الدكتور عصمت؟ البطيخ عصمت. الدكتور عصمت هو جابها سلمني اياها وراح. انا هلا بدي احكي مع ابوها، بتحب تجي معي؟ اهلا وسهلا. شو بدك تقولي له؟ انا بقول له. لا، نحن بس اللي بنحكي بالطب. معلم من الصبح مختفي. طيب بدك شي معلم؟ لا لا شي. شو بتعرف عصمت؟ شو حبيبي؟ حاسه كل الخوف والتوتر راحوا مني، يعني حاسه حالي هيك اني صرت بامان اكثر. بس حزي شو بدي منك تحكي لي كيف فتت على المشغل وكيف صرت بقلب الحمام. كنت راجع على بيت ستي، قمت مريت من جنب المشغل لقيت الفرنسيين عم يحوموا حواليه، نطيت على بيت ستي لبست ملايتها ورجعت لطيت اللون. ايه بقى هيك فتت، والبنات صاروا يضحكوا علي على اساس انه يا بلحق يا ما بلحق. من نور، من نور. ايه ابن عمي بينت بوسينا؟ لا والله ما بينت، وقلبي عم يغلي عليها مثل الراس. مش لاحظت عناي؟ عناي كمان يا بابا. أكيد بيكونوا مع بعض. لا نشوف شو قصدك. هذا النكات. هذا. آخ آخ. يا رب.
الله تكون بوسينا. رح اشوف مين. مرحبا. اهلا وسهلا. حضرتك ابو النور؟ اي نعم. انا الدكتورة انطوانيت. يا اهلا وسهلا، تشرفنا. ممكن ادخل؟ بدي احكي معكم كلمتين. طبعا طبعا، تفضلي. اهلا وسهلا فيكي. شكرا. تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام. شو؟ سمعنا انكم سكرتوا ورشة الذهب. شو؟ مين قال لك انه سكرت ورشة؟ ورشة ما بسكر. انت شو عم تشتغل؟ انا بشتغل خيط فضة، بشتغل خيط ذهب، بشتغل شو ما بده انا. يعني نحن ما بننقطع. تنقطعي؟ شو تنقطعي؟ انا عندي كل شيء. يعطيكم العافية. الله يعافيك. الله يعافيك يا هلي. السلام عليكم. على السلامة. مجنونة هي، قال تنقطعي. ما بتنقطعي، عندي بدك تنقطعي، عند أجوب بدك تنقطعي. بقى هاي هي القصة. لازم تتفهموا حالة بنتكم، ولازم تخلوا الحكي اللي حكيناه سر، ما حدا يدري فيه نهائيا، وإلا تخسروها للبنت. طب كيف بدك تحليها أنت هالمشكلة؟ لا تحمل هم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. طولي بالك مدام، إن شاء الله ما بيصير إلا كل خير. دكتورة، إنه كيف بدك تحلي مشكلة بوزينة؟ هلا اتركوها عندي وانا رح لاقي لها حل، وبعدين بجيبها وبجي لعندكم. بدي روح معك. ايه ما عندي مانع، بس بدك تديري بالك كتير منيح، كل شي بده يضل سر، لانه حتى انا بينخرب بيتي. رح اقوم البس. طيب دكتوره، انا كيف بدي اطمن عليكم؟ انت خليك هون، واذا حدا سالك قل لهم انه بوسينا مريضه بالمستشفى. ظلمونا يا بصر. ان شاء الله نعيمة طاووس. الله ينعم عليك. شو هالحلاقة المدوزنة؟ انت اللي مدوزن. خلينا اياك عمي حامد. امور؟ لا اخي اعصابنا هالمرة. الله يديمك، خلينا اياك، والله ما بتقصر، طول عمرك كفو. اخي قد ما بدك. مشمش انت، مشمش. شو جاي تعمله؟ جاي ازرع بطاطا. بطاطا؟ عنا بطاطا خير الله، رز راع برنة تانية. لك شو بكون انت وياه؟ بعد له خليه يحلق. خليه يحلق بنون احسن له. عيفو حامد، اطويويس اليوم جلده قام يحكه. قام جلده يحكه؟ انا جلدي عم يحكني ولازمك؟ اسحب! ما تستاهل اسحب. وقف لك! ضرب لك يا شباب! لك يا طاووس! لك يا شباب! ما قلت لك ما تستاهل اسحب؟ تركوني على ايه؟ تركوني على ايه؟ انا بورجيك يا زبك. لك استاهل على حالك بقى. انا بورجيك. انا بورجيك. خلصنا بقى. تركوني على يا سيدي انت مدوزان. بس ما بدك نام من الصباح. فوت عليه. سرد هالطيوس. روح. مرت عمي، مرت عمي، مرت عمي. نعم. هذا بوسينا صار له ساعتين مع هذا الواطي ابنه العزمي بيك. وانت شو عم تساوي هون؟ شو عم ساوي هون؟ بدي ربي له هالابن الحرام، وبدي جيبه لبوسينا من شعره. روح الحارة، احسن ما عمك يغضب عليك. وبنت عمي وهذا الواطي نسكت لهم؟ عم اقول لك روح على الحارة، عمك ناطرك. حاضر مرت عمي، حاضر. ليش قاعدين بغرفة لحالكم ومسكرين الباب؟ عصمة الدكتور يا أم النور هو وقف مع بنتك لأنه هي بحاجة إنه حدا يكون واقف معها. وليش ما سمحتوا لهنائي يقعد معهم؟
مو من عاداتنا شاب وبنت يقعدوا بغرفة واحدة ومسكر عليهم. أمي عصمت أحسن رجال، ما في داعي تحكي بهي الطريقة عنه. عشنا وشفنا والله. أصلاً أنا كل تصرفاتك هي معاجبتني ومن زمان، وحتى أبوكي ما له رضيان عليك. طولوا بالكم يا جماعة، أنا بستأذن. وين رايح دكتور؟ خليك أنا بقوى فيك. في عندي جولة على المرضى، وتحديداً المريض اللي عملنا له عملية مبارح. برافو دكتور، اعمل جولة ورجع لعنا. بالإذن. تفضل ارتاح. عادي عادي منور عادي. غياب ابنة أبو النور أمر غير طبيعي. سيدي إنني أرى بأن داهم منزلهم ليلا. وهو كذلك. جهزي نفسك بعد الغروب. حاضر سيدي. زينب ترفع الراس. كنت عم اقول شو ممكن تعمل بوسينة شي وطيل الراس، بس هذا سر ما بقدر احكي فيه. وشوف حالي بنتي قدام الناس. ربي يسعده. اهلين هلا يا ابو حسن. هلا تفضل تفضل ارتاح تفضل. يا رب يا كريم. ايه شو خير؟ شايفك مبسوط ان شاء الله خير. والله حبيبك والله مبسوط مضبوط. ايه الحمد لله الحمد لله. صحيح يا بي، نحن لازمنا خيط ذهب وخيط حرير، بدبر لنا هون. ايه ايه اخي، واصلت دي وجبه بعد يومين. لا لا يعني نحن لازمنا يعني هلا ما فيك تدبر لنا اياها من هون من هون تحديدا. شو انا بدي اخبيهم عنك يا ابو حسن؟ لا يعني بس قصدي انا بس انا عم اقول لك لانه انا مضطر. لك لا لا لا، ولك مين اللي عامل فيك هيك؟ كاتروا عليه معلم. ايدك لو سمحت. يعطيك العافية دكتور. شكرا. شكرا دكتور. إن شاء الله بتمضى على خير. الله يسمع منك يا رب. إن شاء الله. مو مراجل تجتمعوا كلكم على طاووس وأنتوا بتعرفوا إنه طاووس عندي. يلي له حق على الطاووس يشرف لعندي على المكتب ياخده، ما بسمح لابن مرة مد ايده عليه. والله يا زعيم ابو النور، طاووس هو اللي عم يساوي له مشاكل بالحاره وما حدا سلمان من شره. والله يا ابو النور كلياتنا عتبانين على الطاووس، بعدين اليوم ما له حق بنوب بنوب. بيرضيك يا ابو النور طاووس يكسر لي نص القهوه؟ هذا الغزال حسابه كبر وتربايته علي. وانت وين كنت من الصبح لهلا؟ احكي لك بعدين. تفضلوا يا رجال، تفضلوا لعندي على المكتب. تفضلوا شافوا. ماذا هناك افتكار؟ لماذا طلبت مقابلتي؟ بدي اشتكي على ابو سينا. ما قصتها؟ ولماذا كانت غايبة؟ لسه ما عرفت. ماذا كنت تريدين؟ عقيدة لبوسينة في شامي. شامة صغيرة أم كبيرة؟ هلأ ماني متأكدة إذا شامة ولا وحمة، لأنه لما شفتها كنا بعدنا أولاد صغار. برافو برافو افتكار، أنت رائعة. يجب أن تتعاوني معنا دائما. وعلمي لي مكان بوسينة. بركي ما قدرت أعرف. حسناً، نجدها نحن.
استطيع الانصراف. افتكار، عودي لاحقا لتاخذي مكافاه. شكرا. برافو برافو افتكار. انا كثير زعلان منكم. كيف لحتى تخلوا خلافاتكم توصل لهون؟ والله ما كان طالب عندنا شيء يا زعيم. بعدين نحن ما بيهون علينا حتى ينزل من قيمتك وقيمه رجالك. يا زعيم، غسال كان جاي يحلي وطاووس ما كان يخلي. الله وكيلك يا زعيم، حاولنا مع طاووس انه يهدي حاله شوي، ما كان يقتنع. راكب راسه ولا بده يضربه. وغزال مثل ما بتعرف اذا ما انمسك ما حدا بيقدر له. والله يا زعيم هذا غزال واحد داهي وبنخاف منه. بلا داهي بلا ما هي حامد. غزال المرة دوباره عندي ولشوف كيف بده ينفذ منها. خالي الله يرضى عليك، اسمع مني، هالفوتة لا تفوتها. اسمح لي هالمرة خالي، بدي امسكه هو ومعلمه واخو معلمه وابن معلمه وحطهم بالارض ودعوسهم دعوسة. هلا انا ما جمعتكم لحتى اسمع هذا الكلام. انا بدي اكون ايد وحدة وما تخلوا حدا يعلم علينا. اللي فينا بكفينا. قوموا روحوا على اشغالكم وديروا بالكم من الفرنساوي. الفرنساوي مبسوط كثير على خلافاتنا. ابن الاصل عاش العمر طيب ودفاه، همزه وصل بين المحبه والوفاء. الاصل عاش العمر طيب ودفاء، همزه وصل بين المحبه والوفاء. غالي الشرف غالي بنموت كرماله، سقف الوفاء عالي بعده على الشهم ما بينشر بمال الدنيا، وقت الظلم مثل الصخر ما بين